رحلتين أسبوعيا في اتجاه كل من إسبانيا وفرنسا، وتتوزع الرحلتان كالتالي: رحلة واحدة في الأسبوع باتجاه إسبانيا أي أليكونت، حيث ستكون بالتناوب من الجزائر نحو أليكونت والعودة إلى الجزائر، ومن وهران باتجاه أليكونت والعودة إلى وهران، على أن تنطلق أول رحلة يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 من وهران. أما بالنسبة للاتجاه نحو فرنسا أي مارسيليا، فإن البرنامج المسطل يتضمن رحلة واحدة في الأسبوع. عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. في عودة الرحلات البحرية بين إسبانيا والجزائر والجزائر وفرنسا، كما عارفين العلاقات الإسبانية الجزائرية فرها سمن على عسل، والعكس صحيح فيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية الفرنسية. هادشي هذا كامل وهاد الناس يعني استأنفوا الرحلات البحرية بين البلدين، واللي غادي تكون بشكل تدريجي. مسبقا هنيئا الجالية الجزائرية وعقبال الجالية المغربية. خوتي فيديو جد مهم باش تعرفوا باللي التوتر في العلاقات الدولية ما عندها حتى شي علاقة بفتح الحدود. خليكم مع الفيديو جد مهم، نشوفوا تقرير ديال التلفزة الرسمية الجزائرية حول فتح الحدود البحرية بين الجزائر وفرنسا وإسبانيا، ونمشيو للتفاصيل. لكن ما تبخلوش علينا باللايكات، بزاف ديال اللايكات، وخار الموضوع كيجبد لي المشاكل بزاف كنرجع نهضر فيه استجابة للإخوان والأخوات اللي كيتواصلوا معنا، لأن كاين متربصين اللي خصهم غير يعملوا عليا الفيديو. لايكات ونمشيو للتفاصيل ونسمعوا التقرير ديال التلفزة الرسمية الجزائرية فيما يتعلق بالموضوع. وأفادت الوزارة بهذا الشأن أنه يتم استغلال الرحلة نحو مارسيليا بواسطة الباخرة الجديدة باجي مختار 3 ابتداء من الفاتح نوفمبر 2021. وأشارت في الأخير إلى أنه سيتم دراسة إمكانية برمجة رحلات إضافية نحو وجهات أخرى من طرف السلطات العليا حسب تطورات الوضع الصحي بالبلاد. السلام الله عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برسلونة في كل مكان، ودائما وأبدا كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وأحسن الأحوال. خوتي عودة الرحلات البحرية بين إسبانيا والجزائر، أو فتح الحدود البحرية بين إسبانيا والجزائر، هنيئا الجالية الجزائرية المقيمة بإسبانيا، وعقبة الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا أو الديار الأوروبية. السؤال المطروح: كيفاش فتح الحدود البحرية بين إسبانيا والجزائر، أو انطلاق الرحلات البحرية بين إسبانيا والجزائر، ما دام يعني ما كاينش توتر في العلاقات الإسبانية الجزائرية؟ يعني العلاقات الإسبانية الجزائرية بحال السمن مع العسل، وعلاش يعني الحدود البحرية أو الرحلات البحرية بقات متوقفة حتى لهذا التاريخ؟ هذا هناك علامات استفهام تطرح، لأن كل شيء كيعلق الرحلات البحرية أو الحدود البحرية ديال المغرب مع إسبانيا بالتوتر في العلاقات إسبانيا المغربية، ولكن العلاقات إسبانيا الجزائرية يعني كما قلتكم علاقات يعني جد جيدة، وكنشوفوا عاد حلوا الحدود البحرية أو عاد يعني طلقوا الرحلات البحرية. هذا اخوتي دليل ومؤشر كما جايبين كنقول لكم هذه مده باللي الحدود الله اعلم. لان انا قلت لكم كاين اللي متربص غير باش يعمل عليا فيديو، او لا يجي يقول لي كنكذب، او لا بونو. احنا اللي كاين كما قلنا لكم كنجيو وكنوصلوا لكم، وانتم اعملوا الاستنتاجات ديالكم. انا الاستنتاج ديالي كيقول لي باللي، او انا كنقول باللي ما ربما، انا ما كنقول حتى شي حاجه رسميه، ولكن باقي في داك الكلام باللي شي حاجه غتكون هاد الشهر ان شاء الله، واخا غادي تكون حتى لاخر الشهر، حتى النهايه ديال تمديد اغلاق الحدود البحريه والمعابر الحدوديه، وكنهضر فقط على الحدود البحريه. تفهمنا؟ لان كل المؤشرات كتقول باللي غادي حتى العلاقات راه تحسنات. حنا كنشوفوا يعني المفاوضات يعني مستمرة بين إسبانيا والمغرب،
كنشوفوا يعني شنا الخطاب ديال جلاله الملك، شنا بزاف ديال الامور، شنا الضوء الاخضر ديال جلاله الملك باستقبال الوفد الحكومي الاسباني او رئيس او الرئيس او رئيس الحكومه الاسبانيه. يعني هذه كلها مؤشرات كتقول باللي الحدود ان شاء الله غادي تفتح. كنهضروا على الحدود البحريه، وخا جلاله الملك عطى الضوء الاخضر للرئيس الاستقبال الرئيس الاسباني، يعني ما ربطوش ذاك الاجتماع رفيع المستوى، راه ماشي لمناقشه الحدود البحريه، راه لمناقشه قضايا مهمه كالصيد البحري والصحراء المغربيه وترسيم الحدود البحريه. هادو القضايا، ماشي باش هما يعملوا اجتماع رفيع المستوى باش يشوفوا واش غادي يحلوا الحدود ولا ما غاديش يحلوا الحدود. الحدود يعني يعني خصوصا في الايام او في الاشهر القليله قلنا لكم راه مرتبط يعني بشكل كبير بالحاله الوبائيه، يعني باستقرار الحاله الوبائيه، وهذا الشيء اللي وقع مع الجاره الجزائر. يعني استقرارات الحاله الوبائيه ففتحوا الحدود البحريه او الرحلات البحريه وبشكل تدريجي، وهذا الشيء اللي غيكون في المغرب كذلك. يعني غادي تكون الرحلات يعني بشكل تدريجي، غادي تكون رحله او جوج يعني على حساب الوباء. كما غادي تشوفوا معايا هنا، يعني كاينه رحلات، جوج ديال الرحلات اسبوعيا، وحده من وهران ووحده من الجزائر في اتجاه أليكانتي. هنا عودة الرحلات البحرية بين إسبانيا والجزائر، وهنا أعلنت وزارة النقل الجزائرية في بيان لها اليوم عن استئناف نشاط المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين حسب البرنامج الذي تم اعتماده، والمتضمن رحلتين أسبوعيتين في اتجاه كل من إسبانيا وفرنسا. وهنا دخلوا حتى فرنسا، وبس حتى فرنسا ما كانوش الرحلات البحرية هنا. وستكون الرحلات كالتالي: إسبانيا تنطلق الرحلة من ميناء أليكانتي رحلة واحدة في الأسبوع بالتناوب الجزائر أليكانت ووهران أليكانتي، وتنطلق أول رحلة يوم الخميس 21 أكتوبر. يعني البداية ديال الرحلات البحرية غادي تكون بالنسبة لإسبانيا مع الجزائر غادي تكون نهار 21 أكتوبر من وهران فرنسا مارسيليا رحلة واحدة في الأسبوع. يعني ويتم استغلال الرحلة نحو مارسيليا بواسطة الباخرة الجديدة باجي مختار ابتداء من الفاتح مع فرنسا فاتح نوفمبر. وبس وهنا ها العلاقات يعني متوترة حاليا، متوترة حاليا مع فرنسا، الجزائر مع فرنسا وهكذا. وطلقوا الرحلات البحرية باش نعرفوا باللي الرحلات البحرية او الحدود البحرية ما عندها حتى علاقة، يعني نقدروا نقولوا معابر الحدودية ديال سبتة ومليلية نقدروا نقولوا واخا، ولكن الحدود البحريه فراها مرتبطه بالوباء والحاله الوبائيه استقرت وتحسنات بواحد النسبه كبيره. ولهذا ان شاء الله ان شاء الله غادي تكون شي حاجه. انا وهذا الخبر او هذا الموضوع ديال فتح الحدود والله حتى كنهضر عليه غير يعني استجابه بزاف الاخوان والاخوات اللي كيقولوا لنا شنو اخر ما كاين فتح الحدود، وهضرنا خي عثمان على فتح الحدود لان هذا الموضوع عاد انتم عارفين كاين متربصين، كاين الناس اللي عساس عليك، كاين اللي خصو يجي غير طالع له ما حاملش يشوفك، خصو يجي يقول لك كذوب كذوب كذاب بارتي ما ونصي، المهم خصو يجي يبقى يخربق عليك وصافي. وانا هاد الناس هادو كنقول لهم وديما ماشي غير اليوم، دائما كنقول لهم يعني الانسان اذا شي واحد ما كتحس به كيكذب عليك ولا يا اسطى اعمل له البلوك واني راسك واني حتى الناس واني حتى مول القناه وصافي ماشي. وهذا يعني ندل على شيء فانما كيدل باللي هذا شي واحد متربص بك عساس عليك ليلا ونهارا، هو من الاوائل اللي كيعمل كاين واحد 40 50 كيعملوا ديسلايك في الاول في العشر دقائق الاولى كيعملوا ديسلايك. سمحوا لي الصوت ديالي عيان شويه هيداك وقلت غادي نعمل هذا الفيديو والله العظيم. المهم نكملوا كما قلت لكم اخوتي، يعني الحاله الوبائيه استقرت يعني بواحد الشكل كبير لا في المغرب ولا في اسبانيا، ولهذا غادي ننتظروا ان شاء الله في هذا الشهر هذا ان شاء الله، ولو في الاخر ديالو غادي تكون شي حاجه. هذا احساس وماشي غير احساس، راح ما غاديش نقول لكم الاعداد اللي تواصلوا معنا من الناس اللي كيقولوا لنا باللي الحدود، كنهضروا على الحدود البحريه
لا الحدود البحرية، يعني ميناء طنجة المتوسط وميناء طنجة المدينة والطريفة والخيزيرات، وانتم عارفين ما كنهضروش على المعابر الحدودية. المعابر الحدودية ما ربما نصي ما غادي نقول حتى شي حاجة، ولكن انا كنهضر على الحدود البحرية، غادي يكون فاتح الحدود وغادي يكون بشكل تدريجي، يعني وفي هذا الشهر ان شاء الله غادي شوف ماشي رسمي، ماشي رسمي باش ما نصي وخا شي حاجة وقد تجي تقول لي نصي كي. ولكن غير هذا الشيء اللي وقع مع الجزائر فراه خير دليل، راه ما كاين توتر في العلاقات، الامور ماشيه مزيانه بالنسبه للبلدين بجوج، وها هما عاد استأنفوا الرحلات البحريه. لا كاين شوف كاين توتر علاقات مع فرنسا، وكاين علاقات يعني السمن مع العسل، وعاد فتحوا يعني باش تعرفوا بلي هادشي هذا راه مرتبط بالحاله الوبائيه. ما نطولش عليكم بزاف، ونستناو الفينال ديال هذا الشهر هذا ان شاء الله حتى الفينال. تهلاو لي فراسكم بصحة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.